كما قلت يعني كتبقى اهداف اللي هي معروفه ما دام حنا كنتكلموا في مجال مجال الرياضه غير هو يعني التفاصيل اللي تكلمت عليها هو انه ما كاينش غير الفرق اللي غتمارس ولا غتنافس، كاين حتى مدارس التكوين يعني مخصصينها، وكاين حتى فضاءات المخصصه للهواة، يعني جميع الفئات تلقى راسها في هذا النادي. يعني ما محددش السن؟ لا السن ما كاينش، ما محددش جميع الفئات. حنا ملي غنتكلموا على كاين مدارس التكوين في الفروع كامله، يعني من الوليدات الصغار، من البنيتات الصغار، حتى كنا غنديروا نبداو بلا بنيتات الصغار، وحنا غادي طبيعة الحال من بعد من نستوفيو الاجراءات القانونيه ديال التكوين النادي، رحنا غادي نديروا حمله اشهاريه باش تقطبوا الناس باش يتسجلوا ينخرطوا يجيبوا بنيتاتهم، ولا النساء يجيو ينخرطوا، غندير واحد الحمله. المهم اللي تهمنا هنا هو اللي بغى شي حاجه، اللي بغات شي حاجه ولا تمارس شي رياضه معينه غادي تلقاها. يعني هذا هو الهدف. الى عندكم شي تدخل مرحبا، شي اضافه استاذ خالد. ديكم الحلقه اللي قلت لها هو داك الصميم بالنسبه للاهداف، بالنسبه لجدول الاعمال اللي قال، يعني ما كاينش شي اضافات اللي هي غنضيف عليك، لان لميتي بالموضوع كامل، ونتمنى والله ان شاء الله تكون بديره في المدينه ان شاء الله، تعطي واحد النموذج من الصعيد يعني المنطقه الشماليه بالاخص، نكونوا فئه ديال البنات نمشيو معاها في المسار ان شاء الله، ونكونوا فريق علاش اللي يكون يحترف في البطوله بجميع الرياضات علاش لا، وبتشجيع ديالكم ان شاء الله، والانضمام ديالكم ان شاء الله للنادي يكون اضافه نوعيه ان شاء الله بحول الله. نسوية صافة أم نسوية رجولية؟ اليوم هذا الجهة الثانية بين أنواع رياضية، يعني ديال الرياضة اللي غتكون يعني هاد الجمعية غتشتغل عليها إن شاء الله على المدى على الصعيد المحلي أو الجهوي، لماذا حتى الدولي إن شاء الله؟ ديما كلشي ممكن. هذا هو اللي تكلمنا فيه قبل ما تفطر. جاتنا الفكره نتعاملوا في الاول مع النساء ياك، بما فيه المستفيدات من الرياضه والمسيرات والمؤطرات، يعني هذه هي الفكره. وعلاش قلنا بانه كاين بزاف الناس عندهم بناتهم ما تيبغيوش يرسلوهم للانديه، وهذا يخافوا عليهم ما كتعرف يعني، ولكن بغينا فعلا من جهه نحسوا الناس داك الامان ديال راه كيصيفط التوره حتى المؤطرات بنات حتى اللي كيلعبوا مع غير بنات، ومن جهه اخرى نبينوا المراه في التسيير الرياضي، حيت ما كاينش في المغرب، بغينا المراه تكون حاضره في التطوير التقني وفي التسيير وفي كل شيء الرياضي، وتكون هاد العرائش هي النموذج. بطبيعة الشيء هذه أهداف راه على المدى المتوسط، ولكن ضروري نبداو بخطوات وغنوصلوا لها إن شاء الله إلا خدمنا بجد، وأنا عندي الثقة في الناس اللي معايا إن شاء الله غادي نوصلوا الهدف اللي بغينا. كتبقى سؤال اللي سألتيه أنت كرجل، واش الرجال ما عندهمش حتى هما الحق في هذا؟ ديك الساعة راه كيبقى من بعد، حنا كبداية من بعد راه ملي كيكون جمع عام ولا ارتقوا الناس راه حنا بغينا نديروا لنا، ما كاين حتى مشكل ديك الساعه، غير هي بالعكس ما يكون حتى مشكل. دابا شنو هو الواقع اللي كاين دابا؟ انديه رجوليه
ياك مسيرين رجال، اغلبيه المستفيدين ولا منخرطين 90 إلى 99% رجال، وكاين واحد الفرع صغير ورد الاناث من هنا، فرع صغير ورد الاناث من هنا، ممنوعين من الصرف. أولا كيكون مندمج مع مدخل هذه الأندية اللي هي الرجولية، كيكون مندمج معهم. إحنا بغينا نقلبوا الآية، هذا نادي الإناث وداخلين فيه الرجال، طبعا خصهم يدخلوا، ما يمكنناش نقصيو، التمييز ما تيكونش في الرياضة، ضروري غادي يدخلوا، ولكن تبقى دائما نادي نسوي، الرجال هما غير داخلين سيارة. شفتي؟ هذا هو. هذه فكرة ممتازة. نعم. لأنها تكون سابقة فريدة من نوعها. بأن جل جمعيات سواء مدنية أو يعني اللي كتعمل في المجال الرياضي والثقافي وكلشي كتشوفو يعني جمعيات كتميز بالرجال هما اللي كيسيو داكشي، ما عندناش مثلا هاد إن شاء الله حضر حمد الجمعية ديال النسائية اللي كتعطي الوقت ديالها لأن الطلب ديالها تعرف عنا محافظ يعني أسر محافظة خصها تسلم مثلا بالديالة لواحد الجمعية تكون فهمتي يعني في يد أمينة في يد أمينة تكون. وهذه هي من جهة هكا لأن كاين بزاف ديال المواهب اللي ما لقاتش فرصة باش تبان لهاد الاعتبارات الأسرية، ومن جهة أخرى بغينا نحيدو ديك الصورة النمطية ديالنا المرأة حتى إلا مارست العمل الجمعوي غتمشي غير ما هو اجتماعي ولا صحي، صافي صورة نمطية معروفة. لا بغينا حتى إلا كانت الميدان آخر ميبقاش حكر على 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 الذكور. وقيلا جاوبت غير على سؤال واحد، السؤال الثاني سولتيني على أنواع الرياضية. احنا قلنا يعني على حسب اللي يتيحوا لنا البنية التحتية دابا في الإقليم. احنا غادي نحب أي احنا الفكرة ديالنا جميع الفروع، ولكن بطبيعة الحال حسب البنية التحتية. هنا قاعات الفضاءات الرياضية اللي كاينة راه معروفة، راه كاين قاعات المغطاة اللي تمارس فيها مجموعة الرياضيات الجامعية، كاين السباحة الأولمبي، كاين الرياضات المائية اللي يمكن تتساول في جهة ديال البحار، كاين الدراجات ممكن تمارس، كاين يعني كاين مجموعة الرياضات، ولكن إلا ما عندناش البنية التحتية حاليا إن شاء الله من كبروا من بعد راه هذيك البنية التحتية حنا غنخلقوها. أنواع رياضية أخرى راه كاين ناس كيبغوا رياضات أخرين يعني غير ما، لكن الفضاء فين يمارسوه ما كاينش. من أنواع القدم العريش طبعا تحل غير بالصبح الفريق النسوي كاين جوج زور مراك إلى حد آخر راه كتلعب تقطع الرجل تقطع أي رجاء تلقى قسم الدين الأول لولا سوء الحظ وعدم يعني ما كاينش دي سبونسور لاعب ممول لاعب ممول ماشي إذا تيغوت من تيدي راه طنجة طنجة تعز وفرقة اللي بالنسبية لا لا شوف هاد الرياضات النسوية الرياضة النسوية من السهل إذا كان العمل جدي وكان تسطير من السهل الفرق في جميع الفروع تطلع في القسم الأول، حيث المنافسة في الصعيد الوطني ضعيفة، الناس ما مهتمينش بالرياضة النسوية، يعني الفرق اللي كتشتغل وهذا عندها فرصة باش تطلع سميتو بطبيعة الحال تعطي القسم الأول راه كتكون فرصة باش تمثل المغرب خارج الوطن، كيكونوا بزاف ديال الأمور، وإن شاء الله هذا هو الطموح ديالنا، بغينا فرق نسوية حتى هي تمثل المغرب في الخارج، ومن أحسن حاجة تكون عندنا اللي تشرفنا هي تكون من هنا، أصلا العريش حتى في الرياضة الذكورية راه والو. راه تجو جميع الرياضات اللي كاينه في المغرب لا فرديه ولا جماعيه فينا هما العريش فين هي العريش راه ما كاينش. حنا واحد الاشاره صراحه تقول لي لقطاتك بالنسبه لهذا النادي وهذا الجمعيه يعني كواحد عنصر جديد غادي يدخل المجتمع ويدخل الاقليم بصفه خاصه، شنو الفرق بغيتي بغيت تشرح للاخوان هذا لان كنظن ان الصوره شويه ضبابيه، شنو الفرق ما بين هذه الجمعيه اللي غتكون كجديد وما بين النوادي اللي اصلا كاينه اللي كتهتم بها وزاره الشباب والرياضه معنا الاخوات راهم اطر في الوزاره وهما كيشرفوا على نوادي رياضيه وكاينه الرياضه يعني الرياضه حاضره، شنو هو الجديد اللي غتجي به هذه الجمعيه او هذا النادي اللي ما كاينش ديجا اللي ما كاينش اصلا في الوزاره اللي قدمته ولا
ما كيمارسوه لافراد المجتمع سواء نساء ولا رجال ولا هو كاين. يعني شنو الجديد اللي غتجيبو؟ واخا مجموعة المعطيات عطيتها راه كتجاوب على هذا على هذا السؤال. اولا هذا النادي بغينا يكون شمولي، ما تيخصش واحد الفرع من الرياضه ولا فرعين ولا ثلاث فروع، شمولي جميع الرياضات. هذه من جهه. ثانيا هذا النادي بغينا يكون متاح للجميع للهاوي والمحترف. هذا النادي بغينا يكون متاح للتعلم، يعني التكوين في الرياضه، الانسان يتعلم رياضه من الرياضات. وعاد رابعا هذا النادي بغينا يكون نادي النساء خاص بالنساء. هنا غير هضر بهاد الحوايج كيميزو على الباقي. يعني كتولي عنده واحد العلامه معروفه، نادي النسوي، نادي الخاص بالنساء، النادي اللي غادي نمشي لشي رياضه معينه غنلقاها كيف ما كان نوعي محترف ولا هاوي ولا بغيت نتعلم كاين في النماس. يعني هذا هو، بغينا يكون نادي متاح للجميع، يكون بحال الام ديال السكان كاملين. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. شي هادشي كيطلب عمل وعمل وعمل. كنعرف هادشي راه خير غير النقاشات اللي تناقشنا، راه كنعرفوا الخدمه اللي كاينه، غير اللجان كل لجنه الخدمه اللي تابعه، يعني كاينه خدمه كبيره. ولكن انا ان شاء الله عندي ثقه غادي نزيدوا للقدام ان شاء الله. خصني تكون الرغبه والاراده وغادي نزيدوا للقدام ان شاء الله. يعني هذا بصفه عامه. باقي شي تكلمتيني على الهياكل. الهياكل كما قلت كاين المكتب المديري، القانون المنظم اللي وضعه وزارة الشباب والرياضة كيفرض ان يكونوا عدد الاشخاص ديالو من 10 ل 15. هذا المكتب المديري موراه كيكونوا لجان كيتحددوا في القانون الداخلي. كل لجنه كتكلف مثلا لجنه تقنيه، اللجنه ديال مثلا الاعلام والتواصل، اللجنه ديال التكوين. يعني كاين هي مساله تسيير داخلي بحال مساله ديال الاقسام في اداره دي سيرفيس. يعني كاين لجان كيكونوا الاعضاء، الرئيس كيعين رؤساء اللجان، ولكن انا من الاول خديت البادره وانه اللي غادي يكون اصلا في المكتب المديري غيكون رئيس اللجنه من اللجان على حسب التخصص ديالو، على حسب الكفاءه اللي عنده، على حسب التجربه اللي عنده، فين يقدر يعطي. يعني هذه الفكره. من مورا اللجان كاين الفروع يعني عندها علاقه بانواع الرياضات، فرع هذه اللعبه، وكل فرع كاين رئيس الفرع والمكتب
والمكتب ديالو. هذا الشيء كله كينظموا القانون، القانون الداخلي، القانون الداخلي اللي هو اللي كينظم شكون اللجان، شكون رؤساء اللجان، وشنو هما الفروع اللي هما كيكونوا بعدد بعدد الانواع ديال الرياضات اللي غادي اللي غادي نبداو بها. يعني بصفه عامه حتى هو دار مرحبا باش نبداو الاسم واخا الاسم بعدا الاسم فعلا انت عطيتينا هذه الملاحظه قبيله هو علاش ما شرناش العرائش، علاش ذكرنا نادي نادي الشمال. هو الفكره هو ما بغيناش من الاول ما بغيناش حنا نبداو بواحد النادي اللي يكون مقزم محدود في واحد المنطقه. ياك فكرنا علاش بالضبط الشمال توجه، اولا التوجه ديال الدوله حنا في التوجه غادي كل ما هو كلش غادي للجهات. يعني خنا استباقا من دابا يكون عندنا نادي ديال الجهه، نادي بهالطريقه بحال اللي بغينا نديرو ما كاينش في الجهه كامله. اولا يعني مزيان نبداو نهار بدا هذا النادي بهذه الطريقه وبهذا الشكل، فين بدا؟ راه بدا في العريش، ما بداش في طنجه ولا في تطوان، راه بدا في العريش. ولكن راه تيبقى النادي الجهه كامله، والجهه كامله ما فيهاش هذا النوع ديال الانديه، مع العلم انه في القريب العاجل راه غادي يرجع كل شيء جهوي. هنيك كاستباق النادي ما نديروش باش يعيش واحد 10 سنين ولا 20 عام، نديرو باش يبقى الى الابد. يعني من دابا عندنا ديك النظره ديال يكون النادي ما محصورش. حنا واش غتلقى الانديه كلها هما العرائش ليكسوس نفس حتى الناس اللي تيطلعوا لهم ما تبقاش يفرقوا بيناتهم كيتشابهوا. يعني بغينا تكون عنده ديك الصوره شاد في الملاحظه اللي درتي هي اللي بغينا نبقاو نسمعوا دائما. اي واحد جا علاش نادي الشمال؟ يعني الجهه ماشي محصور في واحد، كنعطيوه من الاول واحد الصفه ديال هو كبر من نادي صغير يبقى محصور في مدينه صغيره. هذه هي الفكره. تكلمتي واخا علاش ما سميناش نعم الابطال يعني كيمشي للرجال اللي كنعرفوا حنا النادي هو توجه للنساء. يعني واش هذا الاسم مثلا ما عرفتش الجمع ما يمكنش مثلا مختصر على الجمع واخا لا هو اللي بغى يقصد كان يمكن بعدم تكلمنا على شنو هو الهدف، شنو هو الهدف ديال النادي. انا قلنا انه متوجه للنساء، كان ممكن نسميوه نادي بطلات الشمال. ياك هو الاشكال غير قانوني، حيت من ناحيه القانون ممنوع عليك دير نادي يكون فيه التمييز لا العرقي ولا الجنسي ولا حتى شي حاجه. ما يمكنش تخصص نادي قانونا فئه من الفئات، كلشي بحال في نظر القانون في ممارسه الرياضه كلشي عنده الحق. وهنا كنرجعوا للفكره اللي قال الاستاذ هو انه واش رجال يدخلوا بالزمن ندخلوا، راه ما يمكنناش نمنعوا حنا عنصر الذكر ينخرط، ولكن بغينا يكون نادي نسوي ومخرطين فيه الرجال بنسبه قليله، عكس الايه اللي كاينه دابا ديال الانديه الذكوريه وفيها شويه ديال النساء منخرطه. بغينا نقلبوا الايه، داكشي علاش رجال مرضى وشي يجيو عندنا انخرطوا مزيان، حنا عندنا غير النساء.
ولكن كتسمية قانونية ما تنساش النادي راه من بعد كاين ضوء تحت جامعات، الجامعات الرياضية، جميع الفروع اللي عندنا كلها فرع غادي يكون تابع الجامعة الرياضية. الجامعات الرياضية عندهم قوانينهم باش تاخذ من عندهم الترخيص وتاخذ هذا، راه من اول حاجة هو واش احترمتي القانون. القانون خرج في 2016 داير التمييز الجنسي، لا لانه انا كجامعة غادي نكون تحت الرعاية ديالي مثلا وغتستافد من المنحة ديالي، انا كجامعة رياضية ما خصناش ديما كنعطيش باش تعطي الاناث، راه خص الجميع مسؤول ديال التمييز. هذا هو الاشكال غير قانوني، فهمتيني دابا؟ يعني ماشي اعتباطا داك الشيء مديور حيت كاين اسباب علاش. حسب المسؤولين اللي قبلنا سفوا لنا المساقه بان خصوصا ديال الشعب المدير ديال المديريه ديال الشباب والرياضه كتبقى عندنا شهر ان شاء الله في يمكن لنا الاعياد ديال المحاب السادس يمكن تكرا ينشروا ديك لان المعلمه بطبيعه الحال العريس بحومه ديك السباحه داخل يعني مسبح سيكولان يعني يقدر في المسبح يخرجنا بطالات ولا أبطال سواء حتى في رياضة الطيطلون، لأن رياضة الطيطلون اللي لاحظنا في الدورة 14 من دولة العريش والعريش اللي عندها هي اللي كتحضن لحد اليوم الجامعة الملكية للطيطلون كيجيو من الدول الجديدة أو من مدن أخرى من أكادير بطالات وما كنذكرو حتى شي بطالة في الشارع إلا المنتخب الوطني ديال الكرة الحديد ديال النسوي راه كان بعيد واحد لا راه هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. هذه مجموعة الرياضات خصنا نتيحوها للنساء نعطيهم الفضاءات فين يمارسوها وهما مرتاحين تعطي لهم أطراف من النساء وهذا هو الهدف. وبالطبيعة نستغلوا البنيان التحتية اللي كاين. أنا مزيان دابا قلتي بأن هذاك المسرح الاتحادية كيستضيف القارئ يعني غتكون بديرة مزيانة لأن واحد الاتحاد غيكون عندنا فرع السباحة يعني وعاد غتكون عندنا مدرسة يعني مزيان باش نستغلو زعما كمدرسة ديال السباحة وهذا يعني غادي نستغلو. هذيك السباحة غادي يحرك المدينة معلم ان عندنا حنايا البحر وانت كتشوف الشباب كيغامروا في العيد ديالهم في ماشي كيقطعوا البحر من الضفه للضفه ما كاينش ابطا من العريش كي هذيك فهمت لا هذه ماشي من العريش بصفه عامه ما كاينش تكوين تيكونوا في المدن الساحليه ماشي من المدن الساحليه بسبب بسيط وانه الناس اللي تعلموا السباحه في المدن الشاطئيه تعلموها في البحر في المدى المدارج كثيره بالتالي كتكون الطفوطه كتكون كبيره يعني تتعلم يعوم ولكن راه حطيتيه في الملح كنحس براسو ثقيل الكثافه ناقصه تتعلم الكثافه ناقصه مش عشان كيكون اقوى هذا هو السبب. هذا الاخ اللي جيت معاه سي محمد رزان جبدني اليوم جبنا لهذا الجو المشكل ديالي انني انا مني جيت واحد المجموعه ديال التدخلات اللي استفزت ماشي سلبا ولكن ايجابا المهم نبدا بالاسم نادي ابطال الشمال تنتمنى ما تكونش غير رياضي بوحدها يعني زعما كما تعرفوا على الجهه المتقدمه وتنقولوا بانه حتى في الدستور تنقولوا بان الفصل الاول ديال الدستور عندنا ما هضرنا على اختصاصات الملك لا على اختصاصات الحكومه لا برلمان لا والو اول فصل تيهضر على الجهه المتقدمه
وفي اطار ديال انه واحد النقاش اللي كبير وطويل مع الصديق ديالي والاخ ديالي اللي تنحبو الاخ سي محمد رزاني، ديما تنجبدو كاين هاجس على هذه المدينه اللي انا ما تنتميش لها، ولكن ربما هو عطاني هذه الغيره ديال انني نبغي هذه المدينه هذه، واحد المعالم ديالها بالبحر ديالها بالمواقع الاثريه ديالها، ولكن هذا الشيء كله هذه المدينه لم يشفع لها شيء، مشفعش لها هذا الشيء، حتى حاجه ما شفعت لها للاسف، مدن اللي لا ما عندها مؤهلات حتى تاريخيه، راه حنا تنهضروا على اقدم مدينه في المغرب، هذا الشيء ما شفعش فيها. انا اللي تنظن ما عرفتش حيت انا قلت لك انا استفزني مادام جيت هنا خصني نهضر، فهمتيني كمحب لهذ المدينه وعاشق لها، وانه ابطال نادي ابطال الشمال باش تكون بين الرسالات، لان هذه واحد رساله على عاتقكم الناس اللي تعملوا في العمل الجماعي، راه واحد رساله كبيره امانه انكم تعرفوا بهذه المدينه هذه باش انه الاجيال القادمه اللي جايه انها تكون تعيش في واحد راحه، لانه لا الجانب السياحي تقدم في المدينه، الجانب الثقافي فهو ينعكس حتى على الجانب المادي، يعني المدينه غتولي عندها مداخل من السياحه. حرام ان هذه المدينه اللي حنا دابا تنهضروا عليها اللي سميتها مدينه العرائش وتتعيش هذا التهميش، مو منهاج غير مو منهاج، واش حنا مقصود او هذا ماشي، شوف هذا ماشي كما تنقولوا حنا هذا ديطا، ولكن شنو الاساس؟ الاساس هو انه هذه الفعاليات الجمعويه دابا انها ملزمه، تنقول لكم انا على عاتق ديالكم انه تعرفوا بالمدينه باش انها تولي حتى هي قطب سياحي. ما كاين شنو اللي تمنع المدينه باش تكون قطب سياحي؟ شنو ما كاينش غير باش راه كاين حتى باش نقول لكم وحده، لكن واحد المجموعه ديال التهيئه ديال الطرق اللي جايه في هذا الصيف، غادي راه كاين حتى البرامج الماديه اللي تهضرت معك واقيلا سي محمد انه كاف شي واحد شي 34 مليون درهم اللي غتكون في التهيئه ديال الطرق، يعني حتى المساله ديال ربط الحاضره بالقريه بمدينه العرائش ما يبقاش هذا المشكل، يعني انه ملزمين ماشي ملزمين، ولكن مادام نتوما تخليتوا على عاتقكم هذه المسؤوليه ديال المدينه والتعريف بها خصها تتعرف، لانه شنو اللي تنقص هذه المدينه كاملة؟ ما كاينش اللي تنقصها، ما كاينش تنقصها والو، البحر كاين، تاريخ عريق كاين، مواقع اثريه كاينه، الغابه كاينه، المجتمع العريشي كاين، الفلاحه كاين. سي حسن يمكن نطرح السؤال ديالك نوجهه للجنة التحضيرية. سي حسن بغار تبارك الله عليك. ميزانية ديال 49 مليار درهم، وكاين من بين الحوايج اللي ممكن انه نهضر على الايواء فيهم هو تنهضر على المسألة ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، فانه هاد الجمعيات ديالكم ديال واحد التضافر ديال جهود ديال مجموعات جمعيات اخرين ممكن دور الكادر ديال الانتاج انهم يطلبوا انه يتابع هاد المشاريع ديال لاجير لي زاتيفيتي جينيراتريز ديال هاد المشاريع المثيرة للدخل بين المشاريع اللي ممكن تدخل وجه الايوان، يعني تقدر تنخاف وتتعب باش نكونوا ايجابيين، باش نقولوا لا راه حنا هذا الشيء اللي كاين ما يمكنش يكون، لكن ممكن انه دور الكادر ديال هذا الانتاج تمول المشاريع، هذا من بين الابواب باش انه لان بصراحه هذه المساله ديال الايوان حتى كاين مشكل، ولكن لا درنا واحد الحاجه اخرى، انا تنهضر بالنسبه لي بحكم التخصص ديالي تنخدم في اقتصاد التضامن، يعني كيفاش نقولوا انه يلقاو حلول ديال انه باش ننميو العلاقه من بين الحلول، وانه كاين من غير مراكز ديال الايوان انه حتى هذه المساله ديال العائلات
انه يستقطبوا السياح عندهم، ولكن اللي خصنا نعطروهم يعني المنزل اللي غادي يكون انه تكون لاميناجمون ديالنا تقاد مزيان، حتى الثقافه الثانيه ديالنا تبدا تكون واحد الثقافه مرحبه ولكن تنحترم الخصوصيات ديال المنطقه. هاد الحوايج هادو نقدروا انه كما تنقولوا في انتظار انه القاو ايواء المراكز ديال الجوله، نقدروا انه هاد الحلول ماشي نقول الترقيه ولكن الحلول اللي مهم تقدر انه تلقى لنا ان هاد الايواء ديال العائلات يقدر يستقطب لنا كما هو الحال دابا بالنسبه لمدينه الاصيله لا ترقى ماشي تنقتبتي ماشي لا البنيه التحتيه ديالها لا في الطبيعه ديالها ما تبقاش، ولكن راه هذاك ديال الناس تيجيو تيديروا ايواء عندهم راه البقا تيخدم، راه البقا تخدم، راه حتى الفندق تيخدم، راه القطاعات كلها تخدم، تيبان كما تنقولوا حنا ليزان ديال كلهم تيطلعوا هنا في هذه المدينه. خص الثقافه ديالنا تبدل، لان اليوم عندنا ثقافه مرحبه ديال انه من اللي جا عندنا هذا السائح فهمتي، وعندنا ثقافه مرحبه لانه كلشي غادي الاقتصاد ديال المنطقه بعدا على الاقل في واحد ثلاث شهور تنقولوا ديال الصيف راه ممكن انها تنتعش المنطقه ما تبقاش تعيش واحد. شكرا كنظن بالايجاز راه حنا عطينا شنو هما الاهداف من الجمعيه، واخا بعض الاخوان عاد التحقوا ربما ما سمعوناش في الاول، ولكن راه بين باختصار الصوره. بطبيعه الحال هذا جمع عام تاسيسي، في جميع الجمع التاسيسيه كيكون مصادقه على القانون الاساسي. هنا كاين واحد الاستثناء عندنا هو ان القانون الاساسي ماشي القانون الاساسي اللي كان وضعه حنا، القانون الاساسي اللي وضع الدوله كاين قانون ديال 2016 ديال قانون الشباب والرياضه، يعني كاين نموذج قانون رسمي ملزمين باش نتبعوا. اللي كيهمنا منه نعرفوه مثلا حتى من الاهداف المسطره فيه، حتى من الاهداف المسطره كتبقى غير مساله مثلا يعني الاعضاء اللي تيكونوا الجمعيه، يعني تيكونوا بون هذيك جميع الجمعيات كيكونوا اعضاء نشيطين وكيكونوا اعضاء اخرين شرفيين، يعني من بعد ربما غادي يكون عندنا يعني اعضاء في المكتب المديري اللي يكونوا شرفيين. دابا كنوجه الدعوه للاخواني اللي معايا هنا اللي بغا يشرفوني يكونوا معنا اعضاء شرفيين، ما كاين حتى شي مشكل. يعني اي انسان اللي يقدر يجيب لك شي اضافه للجمعيه ويفيدها من موقع تخصصه ولا من موقع مسؤوليته، راه بطبيعه الحال مرحب به. كتبقى كما قلت يعني البنود القانون ديال النظام الاساسي هي كاينه، وضعها القانون. الاعضاء كيبقاو من 10 حتى 15 حسب القانون، حنا اختارينا اقل عدد حاليا هو 10، كاين عاوتاني الكثره كتولي غير نص خدام ونص ما خدامش. كان الهدف من الاول في التحضير كما قلت سابقا هو الاعضاء اللي في المكتب، حيث القانون كيشرط انه يكونوا لجان. انا بان لنا بانه الاعضاء في المكتب من الواجب يكونوا هما رؤساء اللجان باش يشتغلوا، ما كاين مثلا ماشي انايا مستشار في المكتب المديري وصافي عندي السميه وجالس، لا، عندك اللجنه مسؤول عليها وكتقوم بواحد العمل باش يكون العمل تكاملي، وما يمكنش توقف انت، لان لو وقفت اللجنه ديالك وقفوا جميع اللجان ووقف النادي، بالتالي كتولي عضو وراك ما خدامش لينا في المكتب المديري لان موقف الخدمه. يعني هذا هو، يعني اللي في المكتب المديري راه داخل يخدم ماشي داخل باش غادي ياخذ تيدخل وصافي. نعم. هو ان بالنسبه للجمعيات الاخرى اللي كاينين في مصر بزاف، عندنا بزاف جمعيات مخالطه 4 ولا 5. نعم. كتشوف في الاول كيكون واحد الحماس من المكتب، إن فوا كيدوز شهر ولا شي حاجة كتبقى واحد جوج خدام باقي كلشي. لهذا رجاء أخوات اللي عندهم معاهم في المكتب زعما اللي عندو شي إرادة وعندو يخدم،
هاد النشيطة اللي طلعة والمدينة فهمتي عاد يخدم وصف خاصة لا لا هو فعلا انا هذا الشيء وحنا واخدين هذا الشيء بعين الاعتبار في القانون الداخلي في القانون الداخلي غيشير انه كاين لجان علاش بالضبط راه كان بامكان يكون رئيس اللجنه ماشي عضو في المكتب المدير ديالك بالضبط بغيناه يكون في المكتب ورئيس اللجنه وفي القانون الداخلي غيكون هذا الشرط هو انه راه اللجنه اللي ما خدماش لان اللجنه ملي كنديروا مع اجتماعات مع المكتب المديري كدير لجنه اجتماعات مع المكتب المديري وكنسطروا يعني برنامج الاعمال والاهداف والتوقيت ديالهم ولا التاريخ فاش خصهم يتنجزوا باش يكون داك التتبع واللو سويفي الى ما كان شي حاجه راه كيجتمع المكتب وفي القانون الداخلي تيكون باش انه يتفصل العضو من المكتب المديري يعني اللي غادي يجي غادي غير باش ياخذ السميه ما خدامش خصو يعرفها عفوا من دابا يعني ملي كيكون هاد الامور مبنيه على هاد الشكل راه اللي في المكتب المديري خدام الا ما خدامش غير قراصو خارج يطرو حنا ما غاديش نوقفوا النادي على قبل واحد باش يخدم حيت كاينه لجنه تابعه مهتم بها يعني هذا هو الميكانيزم ولا يعني استراتيجيه باش غادي نمشيو يعني مضطر الانسان يخدم التالي لما هو فعلا نيت باغي يخدم ومتحمس يخدم وباغي يعطي للمدينة راه هو راسو غينسحب هو راسو راه في الاخر غادي يبقى غير فعلا الانسان اللي يستحق يخدم غير باش عرفوا الاستاذ راه غير باش نكونوا باش نختاروا الناس اللي يكونوا في المكتب المديري راه خدات واقيلا شي تخوم حيت واحد التأني كبير شكون اللي يليق شكون اللي ما يليق ما بغيناش نطيحوا الفلاتات القانونيه حيت القانون كيفرض شي شروط معينه حنا في الجمعيه الرياضيه مثلا عضو مكتب ما خصوش يكون ممارس ماشي غير السياسه والرياضه ما يكون لا ممارس رياضي لا مؤطر رياضي لا يعني لا في التأطير الرياضي لا في الممارسه ولا لا السياسه يعني فهمتي دابا الامور يعني باش ما نطيحوش في دوك الفلاتات حيت تابعنا دي كيتشارج مع الجامعات ديال الرياضات اللي كاين شروط كيحددوها لك الا انت ما استوفيتيش الشروط خصك تعاود للمكتب من الاول حنا من الاول كنبنيو على الصح والناس اللي داخلين راه داخلين باش يخدموا الا ما داخلينش غادي يخدموا هما راه كيسمعوني يعني نعم استاذ واحد السؤال من واحد المندوب الرياضي من المعروف حسن بغار تعرفوا قال لك على بالنسبه للمخس الاخفاء ديال إلى مسألة القوانين التنظيمية ديال قانون التنظيم البلدية حتى سواء من ناحية النظام الأساسي أو من حيث الهياكل لا فعلا لا ما خفلناش هادشي هادشي اللي كنتكلم عليه دابا ما عرفتش الحكمة ديال الفروع اللي غتكون عندكم الفروع ديال الفروع اللي محددتوها مثلا لهاد الساعة النظام الأساسي ديالنا فيه غنبداو بسبعة الفروع أنا قلت لك على حسب البنية التحتية اللي كاينة ولكن قد ما كاينه ربما كاين فروع اللي حنا غنخليوها مفتوحه كاين فرع اللي حنا غادي كسا نقلبوا ليه البنيه التحتيه ديالو من بعد ما يمكنناش من الاول حنا في طور البناء يعني نستغلوا بعد البنيه التحتيه اللي كاينه ملي تمشي تحت الامور فوق السكه طبيعه الحال اي فرع ديال الرياضات لكن كاينه واحد الاجراء ولا اي بروسيدير باش نقلبوا ليه على البنيه التحتيه ديالو نخلقوها ليه راه حنا غادي نمشيو نتبعوها ان شاء الله تنخلقوها شنو هي الفروع تقرا السميه اللي كان ممكن الفروع اللي غادي نبداو بها واخا كاينه كره القدم كاين كره السله كاين بون الرياضات الجماعيه كامله حيت كاين القاعات ياك كره السله كره الطائره كره القدم كره اليد ياك كاين السباحه على حساب داك المسبح كاين العاب القوى ونعم غابه موجوده كاين العاب القوى كاين الدراجات فكرنا فيها وفكرنا في واحد الحاجه ولكن باقي حسنا حتى نشوفوا نتفاوضوا مع هاد الناس هادو ديال الجولف هو الجولف ديال لا هو الفوت جولف يعني. الجولف ديال القدم هذه رياضه جديده عاد بدات المغرب حتى الساعه فيه ثلاثه ديال الجمعيات راه كتنظم مؤخرا كاس العالم ديال هاد الرياضه في مراكش كتنظم هاد الفوت جولف هي الرياضه الصاعده اللي جايه دابا وكتستقطب واحد النوع السياحه كبير يعني مهم
بغينا حنا نستعملوا هذا ليكسوس هذا، راه كاين الغرف تما نشوفوا معهم هذا الفضاء اللي عندهم نرجعوا، خاص كاين الغرف العادي نرجعوا فيه حتى نهيئوه باش يكون حتى الفوت غولف، بيسكو كاينه البنيه التحتيه في الايواء وكذا كلشي كاين تما كاين هذا. يعني هذه الافكار هذا يعني يكون واخا باقي ما كاينش الجامعه الوطنيه لهضر الرياضه، ما يمكنش تكون جامعه وطنيه على ثلاثه النوادي ثلاثه الجمعيات اللي كاينه في المغرب. حنا بغينا نكونوا ديك الجمعيه الرابعه، دوك ثلاثه الجمعيات كلهم في الدار البيضاء، حنا بغينا نكونوا ديك الجمعيه الرابعه. يعني غنقول لك شنو كنستغلوا البنيه التحتيه، البنيه التحتيه اللي عندنا يعني اللي كاين غادي نستغلوه وغادي نخدموا ان شاء الله. والبنيه التحتيه اللي ما كايناش وكاين امكان فين الدار راه طبيعي الحال متر غادي نخدموا مع الاخوان والاخوات ديال الشيبور الرياضه وهذا باش نخلقوا هذيك باش نخلقوا هذه البنى التحتيه. يعني هذا هو الهدف. اذا كنت كنتكلم على البنود ديال النظام الاساسي، يعني كما يعني كما قلت في الاول قبل ما يجي بعض الاخوان، هو انه من بين البنود ديال هذا القانون التربيه البدنيه هو انه هذه النوادي الرياضيه خاصها تتحول لشركات رياضيه. دونك حنا ملزمين باش غنحترموا القانون الاساسي النموذجي اللي وضعه الدوله، ملزمين اننا نتحولوا لشركه رياضيه من بعد، وماشي غير شركه رياضيه، يعني كاينه مطلوب منا حتى نتحولوا حتى لشركه اخرى غير رياضيه، او نساهموا في شركات اخرى غير رياضيه. الهدف من شنو؟ لان كاين التوجه ديال الاحتراف كما قلت، يعني من بعد الفرق اللي غتكون كتنافس وهذا خصها تكون كتمارس في الجو ديال الاحتراف. هذه بنيه تحتيه دارتها الدوله غير في 2016، بدات الكره دارتها باش توجه الارضيه باش توجد الارضيه للفرق ديال كره القدم، ولكن دارت قانون كيخص جميع الرياضات حيت لا فيزيون راه الون تيرم، يعني من بعد جميع الرياضات كما هو الشان في جميع باقي الدول المتقدمه، راه جميع الدول جميع الرياضات غتولي احترافيه. الدوله دارت شغلها، الدوله دارت